أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر السادة والسيدات، عنوان هذه الكلمة السريعة: صيام اليوم التاسع من ذي الحجة. يعني يثار نقاش كبير جدا في مثل هذا الوقت من السنة حول ما الذي ينبغي أن يصومه المسلم، وأقدم هنا مجموعة من المعلومات. أولها أنه عندنا في الإسلام واحد القاعدة ترتبط بالصيام، هذا الصيام هو مرتبط بالزمان لا بالمكان. كل أنواع الصيام في الإسلام مرتبطة بالزمان لا بالمكان. إذا خدنا على سبيل المثال شهر رمضان المبارك، فهو زمان. إذا خدنا عاشوراء، مرتبط بالزمان، اليوم العاشر من المحرم. الأيام البيض مرتبطة بالزمن، الاثنين والخميس من كل شهر إذا كان الإنسان يصومها هي أيضا مرتبطة بالزمن وبوقتها من الشهر العربي المعروف. انطلاقا من هذا، فيوم عرفة لا يمكن أن يكون استثناء، غادي يمشي حتى هو مع الزمان، ما غاديش يمشي مع المكان. هذه معلومة أولى. الثانية: اختلاف المطالع يحكم المسلمين. اختلاف المطالع يحكم المسلمين، وكل بلد يصوم حسب رؤية أهله، تنفيذا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن فنحن نعتمد الرؤية الشرعية عندما نرى هلال دخول الشهر نصوم، وعندما نرى هلال الشهر الذي بعده نفطر. هذه قاعدة بديهية سليمة واضحة. المعلومة الثالثة: إذا طبقنا رأي من يقول إن الصوم لا بد أن يوافق يوم الوقوف بعرفة، تصور مثلا بلدا سبق السعودية في الشهر بيوم، شهر ذي الحجة، بلد هل هلال ذي الحجة عنده يوما قبل السعودية. إلا قلت لهذا السيد أو أهل هذا البلد صوموا يوم الوقوف، شنو غادي يوقع؟ خصهم يصوموا النهار ديال العيد عندهم، وهذا لا يجوز شرعا، يحرم صيام العيدين. المعلومة الرابعة: يقول علماء الفلك والمتخصصون في التوقيت: لا يرى الهلال في الشرق إذا لم يرى في الغرب. لا يرى الهلال في الشرق إذا لم يرى في الغرب. ونحن نقع غرب المشرق العربي، فكيف يرى الهلال عندهم ولا يرى عندنا؟ انطلاقا من هذا، لو طبق المنطق
وطبقت الرؤية الشرعية ما غاديش يكون عندنا حتى شي إشكال. ولكن القضية أنه في بلاد الحرمين لا تطبق الرؤية، ما كاينش الرؤية الشرعية، تيفصلوا الناس في القضية ديال الشهر وباقي ما انتهى، وتيحددوا يوم الوقوف ويوم العيد وجميع ما يرتبط بذلك، ما كاينش رؤية، فقط حسابات عيانة يعني، ويعلن عن الوقوف بعرفة وعن العيد وعن غير ذلك من الأمور التي حدثت فيها أخطاء جعلت كثيرا من الناس ينتقدون هذه الطريقة في إلزام المسلمين بشيء ليس موثوقا 100%. وهذا ما دفع كثيرا من علماء المغرب، من العلماء الراسخين، أن يرفضوا أداء فريضة الحج على أساس أن الأمور لا تضبط وفق الرؤية الشرعية وفوق الشهر الصحيح. وحنا إلا نظرنا المسألة بهذا العلم غادي نلقاو مثلا بأنه إلا قالوا السعوديين راه شفنا الهلال ضروري أن يرى في المغرب، لأن هناك قاعدة أنه الهلال تيتولد ويولد صغيرا دقيقا رقيقا كما هو معروف، باش ما تصادم مع الشمس ما تيتشافش، وملي تتغرب الشمس عاد تيتشاف. وبالتالي إلا فرضنا بأنه تشاف في السعودية وبيننا وبينهم في التوقيت الآن 4 ساعات من اللي زدنا هذا التوقيت الصيفي، بمعنى تتغرب الشمس تما قبلنا على الأقل ب3 ساعات إلى شافوهما الهلال. المنطق أننا احنا غادي نشوفوه بشكل أوضح، لأنه بقات عندنا الشمس لمدة طويلة، وبالتالي هذاك الهلال راه كبر وبان، ولكن الذي يحدث أنه تيعلن بأنه كاين الهلال وتندير الرؤية بواحد الشكل اللي هو علمي دقيق شرعي، فلا يرى شيء. إذن المختصر المفيد بالنسبة للمغاربة أن المطلوب هو صيام اليوم التاسع حسب رؤيتنا الشرعية الصحيحة، وهو يوم السبت، لأنه هو التاسع من ذي الحجة عندنا. والإنسان إلا بغى يضيف ليه الجمعة باش ينال الأجر ديال الصيام والحجاج بعرفة فهو أحسن، لأن الصيام مطلوب أصلا في 9 كلها، يعني المطلوب صيام الأيام 9 الأولى من ذي الحجة من أولها إلى آخرها، ولكن آخرها هو اليوم التاسع، وهو بالنسبة لنا يوم السبت إن شاء الله. تقبل الله من الجميع، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.